البنات مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتي المغربيه في ابو ظبي. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير وتكونوا كلكم في احسن الصحه في تمام الصحه والعافيه. اليوم ان شاء الله غادي ندير واحد الفيديو شويه مختلف. صراحه كنت اليوم باغا نمشي نتقدى داكشي اللي خاصني للدار، ولكن كان عندي شويه هكا ديال الحوايج اللي خاصهم يتمسحوا في الكوزينه، لي بلاكار، شي حوايج خاصهم يتقادوا، وقلت علاش لا ما نشاركش معكم هذا الشيء. يعني اول مره غادي معكم هذا الفيديو ديال التنظيف شي حاجه في الدار، وهكا صراحه باقي ما يعني باقي ما جاتش الفكره باش نديرو. اليوم جات المناسبه قلت علاش لا ما نصورش معكم. المهم كما تشوفوا البنات انا غادي نوريكم عندي لي بلاكار ديال الكوزينه، غير دي بلاكار اللي كنحط فيهم هذاك الشيء ديال لاليمونطاسيون ديال الماكله، وهكا خاصهم يتنظفوا صراحه. هما راه نقيين ولكن غير شي حاجه هكا تتلاح فيهم شي حاجه، وهادي ومنها في نفس الوقت كنكونترولي كنشوف شنو خاصني باش ان شاء الله مشيت نتقدى ما نجيب شي حاجه مدوبله ولا نجيب شي حاجه تبقى ليا كثيره. خاصني نجيب الحاجه اللي غادي تكال باش شي حاجه مضيعه. المهم البنات دابا غادي نمشيو مع بعضياتنا باش نوريكم باش غنبداو ان شاء الله. المهم البنات انا خديت هاد لي بوكس هادو، انتم كتشوفوهم هاد لي بوكس الكبار تنستف فيهم هكاك السلعه اللي تنتقدى، يعني الحاجه اللي كناخذ منها جوج الحاجات ثلاثه. انا غادي نوريكم بحال دابا البنات هنا كناخذ الصفه هذه عندي القرعه، نوريكم القرعه كيفاش نديرها تكملتها. بحال دابا هنا دايره قرعات ديال هكا هذه دايره فيها العدس، تنحطها بحال هكا وحدها صافي اخرى ثاني خديتها ديال العدس. المهم تنظموا لي البنات شد الكاميرا ما صباني انا نحاول نبين لكم بلاتي. فوالا البنات هكا تنستف فيهم هذاك الشيء اللي تنشري بحال هكا. دابا عندي هذه الفيرميسيل عندي منها جوج هما كنستفهم فيها طبيعة الحال تيكونوا مغسولين. هذه عندي ساشيه ديال الفينو ديجا درت دايره وحده في القريعات، انا شريت معكم القريعات اللي كنت شريت بحال هكا. بقات عندي هاد الساشيه ديال الفلون حتى هي كنحطها. المهم اي حاجه البنات كنحاول نستفها باش ما تبقاش ندير عليا. هذا الروز كان شاطلي غادي نرجعو نديرو في القرعه بحال هكا. دابا السكر كلاصي اللي كيكون ديجا بقى ليا، سكر سنيده، حيت البنات كناخد الساشيات الكبار ديال الكيلو باش ما نبقاش كل مره سير شري سير شري سير شري. عندي هنايا كذلك الكوك اللي شاطلي، هذا الكوك ان شاء الله غنديرو في القرعه ديال الزاج احسن. غنديرو دابا هنا ديما وجد ليه قرعه ديال الزاج حتى الا ما كانتش عندي. غادي نمشي نجيب اصلا غادي نخرج ان شاء الله ناخذ شي حاجه خاصاني وغادي نجيبهم. فوالا البنات هنا عندي الملحه انا غنوريكم، كنت لقيت واحد البروموسيون في كارفور هكا الملحه يمكن شي شحال فيها هذه كيلو. فوالا البنات شي عندي كيلو ديال الملحه، انا لقيت بروموسيون 3 كيلو 3 كيلو ديال الملحه كانت تقريبا شي هكا 10 دراهم اماراتيه بحال هكا. حتى هي البنات دابا تبارك الله راه ماشي من دابا، راه قبل من رمضان وانا كنستعمل فيها، يعني ما كتخصنيش انا الملحه صراحه ضروريه شنو ما تلقايش عندك في الدار طيبين الماكله مسوسه. هنا البنات عندي الكسكس، انا ديجا كنت شاركت معكم اخر مره فاش خرجت كنت شريت كنت خديت البانزاني، البانزاني باقا تنستعمل منو هانتوما البنات باقا فيه هاد الكونتيتي ما بغيتش نخلطهم لان هاد التريا متوسط وهاد البانزاني حبته شويه غليظه، الوغ كنت نحيدو عليا هاد المره ان شاء الله هو اللي غادي ندير. ومني سالي عاد غادي ندخل هذاك شي يقولوا لي هذاك شي يقولوا لي هذاك الكسكسو نديرو هنايا. المهم البنات هذاك الشيء اللي عندي هو هذا، ها الطويسات كنت خديت فيهم زوينين براتيكون تاع البنات، خديت فيهم القرقاع واللوز يعني كنحتفظ بهم بحال هكا تنحطهم للجنب. بعض المرات كندير اللوز والقرقاع حتى في الفريزر، كانت قالتها لي ماما قالت لي راه تيبقاو مده طويله ما تيخسرش. فريمون البنات كنت جبتو كثير معايا من المغرب، كنت جيت ديك الساعه مع الوقيته ديال العواشر جبتو معايا وقلت درتو في الفريكو والله فين ما كنجبدو قبل كيكون مقرمش. المهم البنات هادو قديت فيهم اللوز والقرقاع تنحتفظ بهم بحال هكا باش كيسالي منهم كنستعملهم لحاجه اخرى. المهم البنات هاد البوكس راه مغسولين كان هكا، كانت لصقات فيهم شي هكا شي غبره ولا شي حاجه تنمسحهم. هاد الضروره البنات كنت شريت منهم كنعقل شريت منهم جوج كبار، وحده دايره فيها المواد ديال المواد التنظيف. فوالا البنات شي كيجمع ليا كلشي انتما، ومنها دابا عرفت شنو خاصني. يعني عندي الفيرميسيل، عندي كسكسو، عندي شعيرية الصفا، عندي الملحه، عندي السكر، يعني باش نمشي نتقدم
السكر اللي غادي نجيب صراحه ماشي بقى عندي زيت، باش نمشي نتقدى نجيب داكشي اللي خاصني، يعني ما نجيبش شي حاجه اللي ما عندي ما ندير بها. هذا من جانب. بنوريكم القريعات اللي كنستعمل فيهم داكشي ديال الدقيق. فوالا البنات كيتحلوا من هنا او هكا تنعمرهم تقريبا كيزو لي كيلو ونص ديال الحاجه. هذا دايره فيه الفينو، قلت لكم باقي عندي، يعني باقي عندي ساشيه مسدوده، وهاد الساشيه يلا خدمت بها. هنا عندي الروز، الروز الاسمر. البنات حنا ما كناكلوش بزاف الروز الابيض، يعني قليل فاش كناكلو كنديرو في الشلاضه. هذا هو الروز البنات اللي شات ليا. دابا نخوي ليا البوكس، غادي نزيد نديرو هنا باش ما تبقاش ليا هذيك بحال هكا، باش فيها بزاف غير شويه. فوالا البنات شي كنقول لكم، فوالا البنات، فوالا البنات، فوالا البنات. المهم هذا دايره فيه الروز، هذا دايره فيه الفينو، هنا دايره الكسكس. شوف الكاميرا واش غادي هذا دايره فيه الكسكس، وهذا دايره فيه السميده. يعني هادو ثلاثه، هادو باربعه جامع ليا هادشي هنا من هاد الطرف. يعني هادو ديجا غسلتهم البنات داك النهار فاش خواو ليا وعمرتهم. دابا راه كانت غير شي حاجه فيهم شي طبعه هكا، باغفور تهزي شي حاجه يكونوا يدك عامرين تيطبعوا. هنا البنات عندي واحد البوكس عجيب غادي نوري لكم شنو فيه. راه حتى المغربيات كتمشي لنا مع الدم، انا مش معكم دقه دقه. هذا بوكس خاص غير داكشي ديال الاعشاب وداكشي اللي غادي نحتاج لكم. مثال هنا عندي اللويزه، هاد لويزة جبتها معايا من تارودانت، تحية للناس ديال تارودانت، جدة ساكنة تما. خديتها خضراء عادي بحال النعناع، وكربتها ليا ماما ونسلتها ليا كما تنقولو، ساستها ليا. صراحة البنات منقولش ليكم على ريحة فيها شحال زوينة. هاد لويزة صراحة جبتها معايا من تارودانت. هنا عندي كمون صوفي لوجياء ولا شي حاجة هاكا وليدي ولا أنا، صراحة كنت كنقلب عليه فوالا، كنت كنقلب عليه ولقيته، يعني باقي البلاستيك باقي ما استعملتش منه، خليته مسدود. ولكن لما غنبغي نحيدو غنديرو في قرعه ديال الزاج احسن. هنا البنات عندي هاد القريعه دايره فيها، انا نقول لكم عندي هنايا حبه حلاوه من نافع. مثلا البنات هما القرعه نقيه لاني ديما كنغسلهم. كنقول لكم ما كنخبرش على لي بلاكار البنات، راه فيما تبان لي شي طبعه ولا شي حاجه بلاصه تندير ليها. هنا عندي البنات اليازير، هنا عندي اليازير. صراحه القريعات قلت لكم نخرج نجيب قريعات صغار، وهنا وكنحتفظ بهادشي ديال المطيشات الحكوه داكشي كنحتفظ به. هنا عندي الكمون حبوب، باغفوا الكمون تنديرو هكا في البرياني ولا كي مثلا كيشد لي شي وجع ولا شي حاجه. المهم هنا عندي البنات زريعه الكتان، خديتها على قبل ندير لكم واحد الوصفه ديال الشعر خطيره بزريعه الكتان. هنا بطبيعه الحال اش كيقول لها جوز طيب او البوزه، يعني اي حاجه بس عندها علاقه بالاعشاب جا معها في هذا البوكس. ما كنبغيش نخلطها مع هادشي ديال الماكله وداكشي باش ما تطلقش الريحه. هنا عندي الشيح، راك عارفه مع الظروف اللي كنا تندوزو منها كنت كنبخر الدار بزاف بالشيح. فوالو هاد القريعات البنات جا معها فيهم هذاك الزعتر اللي جبت معايا من تارودانت ديال الوجاع، كيقول لي ما عقلتش شنو سميتو، المهم عنده واحد السميه عجيبه. خداتو ليا ماما صراحه، انا ملي كيشدني شي وجع ديال المصاله شي حاجه دقت بطلع غزير 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 بزاف. جبتو كثيره البنات الوغ يلاه هزوا ليا هاد الكاسات ديال القراعي. هنا عندي الكرويه، الكرويه تاهي جبتها من تارودانت، تاهي خديتها من تارودانت يعني زوينه. وهنا البنات عندي اللبان الذكر، طبيعه الحال ما لا من لم يعرف شكون اللي ما تيعرفش اللبان الذكر. المهم البنات هذا هو البوكس كما تشوفوا، هو نقي كما قلت لكم البنات. انا ديما تنحافظ على النظافه ديال البوكس، ولكن هذا الشيء ما تيمنعش باننا نمسحو ونشوفوا الا كانت فيه شي غبره ولا شي حاجه. ديما البنات كنجبدهم تنمسحهم وتنيطويهم. فوالا عندي ما كنلقى فيهم حتى شي حاجه ابدا ابدا. علاش؟ حيت كما تنقولوا مواظبه على التنظيف، ما تنغفلش، عينيا ما كتغفلش على هكا التنظيف وداك الشيء. فوالا البنات انا ستفت القريعات، نقرب لكم باش تشوفوا اكثر. هانت البنات هما القريعات ستفتهم بحال هكا، غادي نحط هادو هكا. هادي ديال لويزا ديما تندير لها بحال هكا، ما تخليش ليا الطاسه تسد،
هاد اللوبان الذكر ان شاء الله وصفات غنديرهم لكم باللوبان الذكر زوينين البنات. غادي نحاول ان شاء الله الا خرجت نشوف شي قريعات ديال الزاج صغيورين وغادي نحيد هاد البلاستيك كاملين. دابا مع هاد الظروف كتقول صافي عدي باللي موجود عدي باللي موجود فوالا البنات حتى ان شاء الله يفوت هاد الازمه. فوالا البنات بحال هكا دابا غادي نيطوييه من الفوق ولا كانت فيه شي هكا شي حبه تحت عليه ولا شي حاجه. المهم البنات هادو هما جوج ديال لي بوكس اللي عندي هذا وغادي نجمع فيه هاد الشيء وهاد القريعات وهذا ديال اللوز والكركاع. دابا غادي ندوز نوريكم كيفاش البلاكار باش كننظفو. فوالا البنات كما كتشوفوا هنا عندي البلاكار حتى ناخذ غير هاد البروبلي هذا نتمنى يكون تيبان لكم هذاك السماك اللي كنت قلت لكم شحال هادي عليه البنات. وغادي نجي وغادي نرش البلاكار كامل ديالي من الداخل. فوالا البنات غادي ناخذ البنات. هانتوما كما تشوفوا غادي نوريكم هذا هو البوكس اللي جمعت انا وياكم ونقيتو. كذلك هذا البوكس دايره فيه داكشي ديال الهكا الكامون الصوفي راه يبان لكم كلشي هنا. كما تشوفوا القريعات اللي عمرت معكم وقريعات ديال الزيت دياولي يعني الزيت البلديه والزيت الروميه تنحطهم هنا جانبا. بالنسبه لهنا البنات هنا باقي الداخل باقي ما نظفتوش غادي ننظفو معكم. فوالا البنات كنرش هذاك البرودوي صراحه ريحته زوينه حتى البنات تنظف. هانتوما لي بلاكار غير كما تشوفوا راه ما عنديش موسخين يعني غير لا طحت فيهم شي حاجه هكا خفيفه. هانتوما البنات هنايا نظفتو نتمنى يكون لكم واضح شنو كندير في البلاصه اللي نظفت. دابا البنات عندي هاد جوج سطوله هذا ديجا دايره فيه دقيق القمح. هانتوما البنات غيبان لكم بحال الفورس ورا القمح مع الاضاءه وهنا انا دايره فيه دقيق الفورس. تاهما البنات كنت مؤخرا فاش تقديت غسلتهم مزيان وعمرتهم بالدقيق هما اللي تنحط لتحت وكنحط معاهم كذلك داك الحك ديال الحليب ديال نيدو ديال ولدي باش يكون هكا اسباس مقاد يعني حك هذا السطوله وصافي هادشي اللي فيه. فوالا البنات انا حطيت فيهم السطوله هذاك الحك ديال نيدو عندي هاد الطبيصه باقي فيها شويه سليلو. انتما البنات شوفوا مجموعين ما كاين حتى شي حاجه فوق حاجه كل حاجه في بلاصتها هذوك في بلاصتهم الدقيق وداكشي في بلاصتو الدقيق كذلك هادشي في بلاصتو يعني قد ما كانت الحاجه منظمه قد ما كتكون مزيانه. البنات هادو البلاكارات الفوقانيين يعني الفوق كندير فيهم هنا التوابل وهنا كندير فيهم داكشي ديال القريعه ديال هكا لي بات ما غادي نوريكم دابا راه مخربقين ليا. هنا البنات كندير التوابل مهم فين كنحطهم انايا نتوما يعني تشوفوا بزاف ديال القراعي هادو هما القراعي اللي كنت كناخذها البنات ديال لاصوص طوماط كنت كنشريهم ديال مطيشات الحك وتنحتفظ بهم تيجمعوا ليا كاع التوابل اللي كناخذ هكا بالعبار بارفو كناخذهم من كارفور تناخذ التوابل
وتنديرهم في هاد القريعات. يعني كنفضل يكونوا في هاد القريعات مجموعين ومنظمين، وما تنفضلش يكونوا في يبقوا في الميكات، حيت الا شريت الحاجه ديال الميكات تنديرها في بلاصه، والحاجه اللي ماشي ديال هكا كتكون ديال العبار تنحاول نوفر لي هاد القريعات تناخذهم وتيبقاو ليا. المهم البنات هنا عندي التوابل، هاد القرعه دايره فيها شويه الزعتر، هادي ديال صوص طوماط دايره فيها خميره ديال الخبز. يعني البنات كنحتفظ بهم، هادو ديال الضامه باقي ما استعملتهمش. هاد القرعه بحال دابا هادي ديال النوتيلا ماشي شاطت ليا، سالات ليا. هكا دايره فيها التوابل اللي كندير في هذاك اللي كندير في البرياني، ورق القرنفل، ورق الغار، الهيل، القهوه راه عارفينها، وهذه المليحه. داكشي اش واخده البنات داك القرع داك الباكيات الكبار ديال الملحه، لان فما كتسالي ليا تنعاود نعمر هذه وكتبقى براتيكون. فوالا البنات هادشي اللي كان. هذا عندي القرعات ديال الزعفران الحر، الا كنت شريته هذا مؤخرا. غادي ننظف نظمت هو البلاكار من الفوق. هذا شيء اللي كان، هذا البنات كنت مشيت وديت هذا الخيمه، هذا الشيء اللي كان. مرحبا البنات، هانتوما كنتحدثوا الفوق كيفاش كنتحدثوا،